هي عدد من الأفكار المتبلورة في صور مشاريع مصغرة مختلفة يطمح حاملوها لتجسيدها على أرض الواقع. المشروع تاعي يتضمن حول صناعة القرارات الزجاجية فيما يخص لي زونتربريز فارماسيوتيك وبارا فارماسيوتيك. دونك درنا يعني انفورماسيون مليحه بزاف مع الشركه تاع نازدا. قاموا بتدريبنا خلال هذا ال 21 يوم على كيفيه انجاز مخطط الاعمال ونموذج الاعمال التجاري، وكذلك قاموا باحضار مستثمرين وكذلك رجال اعمال لنتمكن من تلقي خبراتهم. تحصلت على تكوين على مستوى مركز التطوير المقاولاتيه بمجمع احمد حماني، بورتير دو بروجي فالوريزاسيون دي ديشي دي زاباتوار ديستيني فير لاليمونتاسيون انيمال. ومن اجل مرافقه هؤلاء الطلبة في إنشاء مؤسساتهم تسعى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية إلى توجيههم من خلال آليات عملية وتشجعهم على إنشاء وتوسيع أنشطتهم في هذا اليوم التحسيسي. المستفيد من هذا التكوين أن يكون قد تحكم في كل الجوانب المتعلقة بإنشاء المشروع. قمنا بمرافقتهم في مجال التكوين حول الأسس المقاولاتية، حول الدراسة التقنو-اقتصادية التي تعتبر أحد ركائز نجاح ونجاعة المشروع. هذا الدعم والمرافقة للمؤسسة المصغرة هو ما سيخلق حلقة مهمة في تحريك الدورة الاقتصادية وامتصاص البطالة بتوفير مناصب الشغل.